يا مساء الخير عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. فيديو النهارده اختياراتي من شي ان ده رمضان، واللي تلات ارباعها مش هيتلبس رمضان ده وهيتأجل رمضان الجاي. ليه بقى؟ لان انا اخترتها قبل ما اسافر. طبعا قبل ما اسافر ما كانش لسه حصل لي الظروف اللي حصلت لي، وانا بختارها بقى انا مش عايزه غوامق ومش عايزه عبايات سودا، انا عايزه الوان. طلبت بقى الوان الوان، كام حاجه بس كده اللي طلبتها سودا، فدول اللي يعتبر فلتت بيهم. تعالوا اوريكم اختياراتي، والفيديو المره دي صورته بشكل مختلف. كل مره بفتح معاكم الحاجه ونتفاجئ او نتصدم، ولكن ببقى متحمسه، فانا نفسيتي حاليا ما فيهاش اي حماس، ولكن ده شغل لازم اخلصه. ففتحت الحاجه وكويتها وقستها، تعالوا اوريكم كل حاجه واكلمكم عنها واديكم كود خاص وبس. ومش عارفه ليه عملت اللي شايف كوبايه كرتون، يعني هي جت على الكوبايه بتاعه الشاي واتأذنت في المواعين وقلت لا مش عايزه مواعين زياده. لايك يلا بينا. قبل ما نبتدي اوريكم الحاجه، تعالوا اقول لكم كود الخصم اللي هيديكم خصم 15%. ثانيه واحده عشان نسيته، اللي هو 24RMD. ما هسيبه لكم على الشاشه، هسيبه لكم في الديسكربشن، وكل اكواد الحاجات اللي هتشوفوها النهارده هتلاقوها على الشاشه واللينكات بتاعتها في الديسكربشن. وتعالوا نبدا واوريكم بالحاجات السوداء اللي فلتت بيها، واولها البلوزه السوداء دي. البلوزه دي انا جبت منها قبل كده اللون البيج واللون الموف، ولان هي عجباني اول ما شفتها قدامي على الموقع اللون الاسود منها فجبته، لان انا ما عنديش ميزات سوداء في الصيف، فقلت انا عايزه واحد. فاول ما شفت ده قلت تمام، ده انا عارفاه وضمناه فهجيبه. عجبني جدا جدا المقاس اللي انا جايباه منه سمول. اكواد هتلاقوها، هحط لكم فيديو صغنن كده للحاجه وانا قايساها. دي كده اول حاجه. تاني بلوزه جبتها وهي دي، كانها شميس كده وعليها التوب الاسود ده، بس هما يعني لازقين في بعض، هي قطعه واحده. تمام، القماشه بتاعتها حلوه قوي، انا بحب الشميس الابيض لما يبقى ناعم كده ما يبقاش خشن، وعجبني الكم بتاعها ان هو مقفول كده، وده شكلها كيوت في اللبس جدا. والبنطلون الجينز اللي انا لابساه عليها ده، فاكرين في فيديو اللي فات اللي قبله كنت جايبه بنطلون جينز وقلت لكم عاجبني جدا، بس كنت طالبه المقاس صغير، كنت طالباه 26 او 27 حاجه كده، رحت بقى طلبت منه مقاسي لان هو عاجبني جدا اهو. المقاس بقى اللي هو ايه، 31، ما اعرفش كنت جايبه 26 ولا 27، ده عامل بيه ايه، بس ده مقاسي. البنطلون عاجبني جدا، الماتيريال بتاعته لونه عاجبني جدا، والفيت بتاعه شكله حلو قوي، فده شكله الاوتفيت كله على بعضه عاجبني جدا. الشوز بقى اللي انا لابساه على الاوتفيت ده جبته اصلا للعبايات، عشان يعني لما بلبس عبايه وكده وانا قصيره ببقى محتاجه اطول شويه، فجبت القمر ده. والصراحه يا جماعه اختيار موفق جدا، لان هو في اللبس شكله شيك قوي. ده شكله، انا جايبه مقاس 37، هتشوفوا دلوقتي كمان وانا لابساه على العبايات، شكله شيك قوي وعجبني جدا. فده شعر بالله ملناش دعوه بيه، فاختيار موفق. دلوقتي تعالوا اوريكم الشنط اللي اخترتها، انا عماله اخر العبايات. الشنط اللي اخترتها بقى، مش دايما شنط شي ان بتيجي حلوه، احيانا بختار شنط وتيجي الماتريال بتاعتها وحشه والصوصات بتاعتها وحشه قوي، فالمره دي اختياري كان موفق برضو، اخترت دي برضو عشان ستايل العبايات وكده، فشكلها حلو جدا والماتريال بتاعتها حلو قوي. الصوصه من هنا ودي انا منفضيها بقى بالمره، ومعاها الايد بتاعتها، وده شكلها من جوه، وفيها سوسته كمان من هنا. دي الماتريال بتاعتها حلوه قوي وشكلها شيك جدا، عجبتني قوي. الشنطه الثانيه بقى وانا بختارها كنت متاكده ان هي هتيجي حلوه، فانا كنت محتاجه اللون ده فقلت تمام، دي انا هبقى ضمنها. ليه بقى؟ لان هي من موتيف، وموتيف براند موجود على شي ان، الكواليتي بتاعها عالي واسعارها عاليه. واحده ده شكلها سيمبل جدا ما فيهاش اي حاجه، ومن هنا هي بس بتتقفل كده، ايه هي لسه شويه عادي. جبت البنطلون ده لاخويا، المفروض ان هو ميديوم، بس مش عارفه ليه حاسه ان هو اكبر من ميديوم، يعني لما يلبسه بقى هو يشوفه مظبوط عليه ولا لا. اهو ندخل بقى، جبت بيجامتين اوريهم لكم، ما كان نخش على عبايه رمضان. والبيجامه الدباديب شكلها كيوت، القماشه بتاعتها عارفين الحاجات بتاعت الجيم او الحاجات اللي بتبقى شبه الكارينه كده شويه، دي القماشه بتاعتها كده فيزون، مش عارفه. البنطلون ميديم، مقاس ميديم. وتاني بجامه نص كم برده، نفس الماتريال نفس القماشه اللي هي فيزون تقريبا. وده البنطلون بتاعها، جاهزين دلوقتي ندخل على العبايات؟ يلا بينا. تعالوا اوريكم الالوان اللي انا جبتها، في اسود الحمد لله، بس تعالوا اوريكم الالوان اللي قررت فجاه ان انا البسها. اول لون معانا، هوبا، دي
دي الكم بتاعها تلتين وده شكلها. انا جايبه منها مقاس مول. الماتيريال بتاعتها حلوه جدا ولونها حلو جدا وشكلها حلو جدا. للاسف مش هعرف البسك رمضان ده. دي من هنا اللولي ده والطول بتاعها مظبوط عليا. جماعه انا طولي 157، لو انت بقى 160 170 والكلام الطويل ده فهتيجي عليكي برموده. دي كده اول عبايه وعجبتني جدا. اللي بعده بعد كده العبايه البيضه دي، ده شكلها كده. طبعا لازم تلبسي حاجه تحتها لان هي يعني معظم الحاجات البيضه بتكون شفافه، فهي شفه شويه من تحتها وبرده طولها مظبوط عليا. انا ما اعرفش، مع اني ما بصيتش على الطول، انا كنت عشان مستعجله عشان السفر فعملت الاوردر كده فطلبتهم كلهم، سبحان الله كلهم جاي طولهم مظبوط عليا. برده شكلها في اللبس حلو قوي. اللي بعده تعالى اوريكم دي اللي عجبتني جدا. البيضه برده مقاسها سمول، دي بقى وان سايز اهي. الكم بتاعها شكلها في اللبس تحفه، طبعا هتشوفوا في الفيديوهات اللي انا حاطاها لكم، شكلها عجبني بجد قوي. اللي بعده كميه الوان طلبتها كده. دي لونها جديد عليا وفيها من هنا كده ونفس القماشه دي الجيب بتاعها برده مقاسها سمول. ندخل شويه في الاسود، دي العبايه السوداء ودي يا جماعه عجبتني قوي، يعني شكلها روش كده فعجبني قوي اللي فيها ده. الكم بتاعها برده كده والستايل بتاعها عجبني قوي. كنت جايبه حاجه شبهها قبل كده بس كانت كارديجان مفتوح مش عبايه، فشكلها تحفه. ودي برده طولها مظبوط عليا ومقاسها سمول. اللي بعده كده العبايه السوداء دي، ودي ما فيهاش اي حاجه، سيمبل جدا زي العبايات العاديه اللي بنلبسها. ده شكلها، الكم بتاعها اهو وفيها هنا رباط كده للياقه اهو، ما فيهاش اي حاجه وطولها برده مظبوط عليا ومقاسها سمول. شايفين الالوان اللي انا طالباها المره دي؟ شكلها حلو جدا ولونها حلو قوي. ده شكلها وفيها لولي كده من هنا، الكم بتاعها في جولد كده اهو، معاها الحزام ده. انا كمها الصراحه بفضل ان انا البس الحاجه العبايات وكده من غير حزام عليها، فده لو انتي بتحبي تلبسي الحزام. برضو طولها مظبوط عليا ومقاسها سمول. بعد كده العبايه دي ودي قطعتين. الصراحه اللي شجعني ان انا اطلبها ان فيها البيزك البيج، بس طبعا زي ما شايفين الفتحه كده فانا قمت لابساه كده. والكارديجان بتاعه بيج وفيه جولد، الكم بتاعه باستيك وده المقاس بتاعه سمول ومعاه الحزام بتاعه. بعد كده على نفس البيزك دريس البيج ضربت هذا الكارديجان الكحلي، شكله حلو قوي. ده كده الاطار اللي فيه وده الكم بتاعه وده المقاس بتاعه وان سايز. اللي بعده واخر حاجه السود دي، بنطلون فيه كده من تحت، الكارديجان بتاعها شكله مقاس برضو سمول والكم بتاعها كده. ودي كده الحاجه اللي اخترتها من شي ان لرمضان. بالمره بقى اوريكم الكوتشي ده، ده الحقيقه مش جايباه ليا، ده جايباه لبنت اختي عشان الابيض بيلسع اهو. قولولي ايه اكتر حاجه عجبتكم، ايه اكتر حاجه ما عجبتكوش، وما تنسوش تستخدموا كود الخصم اللي هو مش هنساه تاني 24RMD معاها، يديكوا خصم 15%. كل اللينكات والاكواد بتاعه القطع اللي شفتوها معايا النهارده هتلاقوها تحت في الديسكربشن وظهرت لكم على الشاشه. وبس كده واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.